أحييكم مستمعينا ومشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا دايما عبر هوا صوت لبنان. اليوم انترفيو بحلقة خاصة عن كتاب حين يزهر الوعي، كتاب توعوي علمي موضوعي بيحتوي على معلومات علمية مثبتة من خلال أبحاث ودراسات وتجارب حقيقية مؤكدة. وضيفتنا الكاتبة واستشارية موارد بشرية دولية كارولين شاداريفيان، أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا وسهلا فيك. مرسي استضافة باتريسيا. تاني مرة بتكوني ضيفتنا، منكون عم نحكي عن كتاب جديد. يعني المرة الماضية كنا عم نحكي عن فراشة اللاوعي، اليوم عم نحكي عن حين يزهر الوعي. بين الوعي واللاوعي نحن وين؟ مثل ما حكينا بانترفيو اللي حكينا فيه على الكتاب الأول اللي هو فراشة اللاوعي. فراشة اللاوعي هو كتاب حكى عن قصة حقيقية لتجربة فيها معاناة، ومن خلال البحث عن المعرفة قدرت صاحبة القصة أنه تلاقي الأجوبة لأسئلتها وتحررت من علاقة لي. وكان فيه شوي من العلم النفس لحتى يطابق، يعني 20% كان حتى طابق الأسئلة تبع صاحبة القصة. أنا بوقتها ساعدتها وكتبت الكتاب واستمريت ببحث بعلم النفس. فلقيت أنه الأمور كتير مهمة ومعقدة وكبيرة، فحبيت اني اصدر كتاب تاني. بس هذا الكتاب هو مجرد يعني بحث، يعني based on دراسات ومعلومات، ابحاث ودراسات علمية. نعم، لانه هالشخصية اللي بنحكي عليها نحن يلي كانت هي يعني موجودة بالكتاب الاول، شخصية صعب انك تفهميها لانه بتبين للبابليك للناس انها كتير مثالية. فوقت انت بتخدي مع علاقة ما بتعرفي شو عم يصير لانه انت بتشوفيها مثالية، فكتير بتشككي بنفسك. هيدي الشخصية النرجسية، تعتبر نرجسية بس بغض النظر عن يعني التوصيف. لأنه وقت ندخل بالتوصيف بنلاقي شوي ردة فعل من الناس اللي حوالينا، فهي بغض النظر عن التوصيف هي شخصية غير مناسبة للإنسان إذا كان عم يعاني. فبس مجرد أنه نقول غير مناسبة بنقدر نفهم أنه أوكي شو الموضوع، ونقدر نفهم شو عم يصير معنا وشو بنقدر نعمل وكل التفاصيل التانية. وكيف نحن بنقدر نتخطى أو بنقدر نحول هالعلاقة الغير سليمة لراحة. صحيح. نوعاً كيف ما لقلنا كيف نحن نحمي حالنا إذا بنقدر نترك أو ما بنقدر نترك. فالكتاب بيعطي الخيارات وبيعطي المعلومات حتى إذا ضلينا بالعلاقة، والكتير ناس ما بيقدروا يتركوها، يكونوا بيعرفوا شو هي، شو عم يصير معهم، وبالتالي بيوقفوا إنه يشكوا بنفسهم. لأن أنت ما بتعرفي، فأنت بتصير تشكي بنفسك إنه ربما أنا سبب، أنا ما عرفت أحكي، أنا ما عطيت فرصة، وهذا كتير بيأثر علينا نفسيا. طبعا هيدا بطبيعة الحال بيأثر على كتار، خلينا هيك أولى بالعربي على السيدات بشكل خاص، لأنه يعني هيدا ضعف السيدة، أو نحن يمكن مجتمعنا الشرقي يلي خلى السيدة ببعض الأماكن تكون خاضعة، وإنه عيب ولا وما لازم تنتفضي ولا وما لازم تعبري عن كل شيء عم تفكري فيه أو عم تحسي فيه، يمكن بيسيء من هذا الموضوع. ولا شك هذا واحد وبيسيء لصورتها. ولا شك هي هذا واحد من الأسباب اللي بيخليها تستنى. أسباب كتير كتيرة. واحد من الأسباب هي المجتمع ورأي الناس وإذا في أولاد الأولاد أكيد الأولاد. وحتى اللوجيستيكس، الخوف من المجهول بعدين شو ناطرنا، وخاصة إذا هي يمكن يعني ما عندها استقلالية مادية. صحيح. وحتى الاستقلالية الشخصية، هذه التعامل مع هذه الشخصية بيخليك حتى استقلاليتك كإنسانة تفقديها. لذلك هون الخطورة، الأمر أكثر من أنه بس المجتمع أو الأولاد. صحيح هذا سبب من الأسباب المهمة، بس الأمر الأكبر هو ارتباط الصدمة اللي أنت بتكونيه مع الشخصية اللي بيخليك ما تقدري أبداً تفكري أنك تتركيها. كارولين، بس قررت تكتبي هيدا الكتاب، يعني حكينا عنه بالمرة السابقة وقلتي لي عم فكر بلشت اكتب الكتاب، وهو يعني هيك بيحتوي على حقائق ودراسات وأبحاث اشتغلتي سنوات طويلة لأنك تكوني عم حتى تصدري. شو كان الهدف الأساسي منه؟ أوكي. الهدف مثل ما قلت لك، وتعرفت أنه الشخصية فعلا نتائجها كتير سيئة على الإنسان وصعب أنه يطلع منها، والمعرفة والمعلومات مش موجودة، وهذه الشخصية مثل أنها مش بس زوج وزوجة، يعني مش بس علاقة عاطفية، وإنما ممكن تكون أخوة، أم،
زميل بالعمل، صديق، مدير عمل، فهي تقريبا معاناة نفسها بس درجاتها بتختلف. نعم. فحبيت أني أنا بعد ما شفت أنه صاحبة القصة قدرت ارتاحت وطلعت وتحررت ولا كتير عاشت حياة فيها وعي، خلينا نقول، حبيت أني وجهه لكل، مشان هيك كتبت حين يظهر الوعي، تماما، حبيت أن وجهه لكل الناس اللي بيعانوا من هيك علاقات ممكن ما يعرفوا، يعني عن جد نحن ما بنعرف شو عم يصير معنا. نعم. فأمسك إيدهم ومشيهم خطوة خطوة، اسأل الأسئلة يلي هن عم يسألوها وجاوب عليها وبالتسلسل، حتى بالنتيجة أن بيعرفوا هن، يعني بيعرف الإنسان وقت بيقرأ الكتاب بيعرف هو ليه نطر، هو شو شخصيته، هو ليش ساهم، وبقدر ياخذ الخيار اللي هو بده اياه بيزد اون المعلومات اللي بيعرفها. نعم. بتقولي انه هذا الكتاب بيحكي عن العلاقات الانسانيه، طبعا العلاقات الانسانيه بتضم مثل ما ذكرتي علاقات العمل، علاقات العاطفيه، علاقات الام بالابن او الاب بالابن والبنت، يعني العلاقات بشكل عام، ولكن كمان بتحكي عن العلاقات السليمه ومواصفاتها. إذا بدنا نقول علاقة سليمة شو بتكون مواصفاتها؟ أنا حبيت قبل ما أقول شو العلاقة غير سليمة حبيت أقول العلاقة السليمة، لأنه نحن بالواقع ما بنعرف نحن شو علاقة، يعني كيف عايشين إلا ما نعرف البديل، يعني الثاني، الوجه الآخر. فوقت بنحكي العلاقة السليمة هي مشاركة بين اثنين، هي أخذ وعطى، هي أنت بتكوني ضعيفة بتورجي ضعفك قدام الشريك لأنه ما حيشتغلك، ما رح يحكم عليكي. نعم. هي أنه تواجهوا الحياة سوا، أنه تكبروا سوا، أنه تتعلموا سوا. العلاقات الغير سليمة هي العكس تماما. قبل ما نحكي عن العلاقات الغير سليمة بدي نعم نشوف سوا هلأ صورة الغلاف، غلاف الكتاب. عم نشوف فراشة طايرة أو فراشات حواليها. قديش اشتغلت على الغلاف؟ اشتغلت فعلا هيك لحتى يعبر من خلال الصورة أنه الواحد أو الإنسان مهما كان مرأة أو الرجل وقت بيصير عنده وعي بيصير عنده بيقدر يفرد جوانحه أكيد، بيصير عنده شجاعة. نعم. مثل الفراشة، لأن الفراشة هي دليل البداية الجديدة والولادة الجديدة، إضافة إلهم توجهها للنور ويعني للمعرفة. حلوين الألوان كتير، والألوان حبيت تكون جريئة لأنه هي فعلا خطوة جريئة، بس وقت بتعرفي كل المعلومات بتصيري فعلا عندك الشجاعة أنك تقرري وتاخدي قرار سليم شو ما كان. حلو كتير الغلاف. نعم. بدأ أرجع للعلاقة غير السليمة، كيف مو شو هي العلاقة غير السليمة؟ بتكون يعني ترتبطي بهذه الشخصية، خلينا نحكي بس على هذه الشخصية طبعا، والإنسان اللي بيعرفه بيطبقه على حياته وتجاربه. أولا بتكون أخذ من طرف واحد وإعطاء من طرف واحد، يعني الشخص بيكون ما أنا مستعد أنه يعطي، وإنما متلقي دائما، متلقي دائما، وأنت بيكون لأنك بدك يعني داخلي على الحياة أو على العلاقة، وأنت بغاية وبنية أنك أنت تكبري معه وتعيشي معه، فبتصيري بتحاولي تضلي تعطي وتبرري أنه لا معلشي ومعلشي وبتتنازلي. ما فيها أبدا تفاهم، الطرف الأول بيبرر للتاني، التاني ما بيبرر أبدا، بالعكس هاي الشخصية ما بتتحمل مسؤولية، ما بتتوقع أنه هي بتخطئ، فالخطأ دائما من الشخص التاني والملامة على الشخص التاني. ما بتعتذر، ما عندها يعني معرفة بنفسها، فما هي ما بتراجع نفسها، صفي أنت بتقومي بكل هالتصرفات، بالتالي أنت بترهقي وبتضلي عايشة بارتباك، وبتصير هدفك أنك ترضي الشخص الآخر حتى تستمر العلاقة، وبتسوق علاقتك مع نفسك ولا شك، ما بتقدر تعرفي نفسك لأنه بتصيري باللاوعي بعدم الشعور بتصيري بتعملي الأشياء اللي هو بيرضى عليها وبيحبها، وبتنسي نفسك، حتى بتنسي احتياجاتك، بتنسي أنت شو غاياتك، شو طموحاتك، خلص بصير هدفك أنه إرضائه. والصعب هو أنه هيدا الشخص ما هو سيء، يعني هي العلاقة بيكون up and down، فيها أيام حلوة، فيها كلام حلو، وحتى شارح المراحل تبع العلاقة، العلاقة بتدخل بمراحل. شو هن هالمراحل؟ المراحل أول مرحلة هي الحب اللي بنسميه متفجر، اللي بيورجيكي اهتمام، وهذا بتحسي حالك طايرة، أنه كمان بتكون أمور القصص مرات بتكون حتى خيالية، يعني مثل القصص الخيالية. بيجي بعد شوي بيصير فيه الديسكاردينج، يعني بيصير بيهملك، بيقلل من هالتفاعل. وبعدين بيصير في تباعد تماما، لبعد بده ياكي، وبعدين بيرجع بيجذبك مره ثانيه لتدخلي من اول وجديد بحجج مختلفه. فهيدي الامور بتصير سلسه وبتصير بالتسلسل البطيء، فما بيشعر فيها الانسان. نعم. ولانه ما بيعرفها فما عنده المعلومات لحتى يعطيها الاسماء.
ما بتتصوري انه قد ايه اكتشفت انه نحن حتى ما بنعرف شو يعني اساءه، ما بتعرفي يعني شو يعني ابتزاز، انه انت بتكوني بالعلاقه ومتضايقه، بس يا ترى هيدا اسمه ابتزاز؟ لما بتعرفي انه هذا شو هو اسمه ابتزاز، شو يعني ابتزاز وكيف عم يصير، بصير ترفضي، بلشي توعي انه لا هذا الامر فعلا مش سليم ومش صحي. يعني لما بنحكي عن مراحل العلاقة بنكون عم نحكي عن يمكن أوقات حياة طويلة، أو الشخص التاني ما بينتفض طبعا، يعني طبعا لأنه بتجي بجرعات صغيرة وغير واضحة غير مكشوفة، وبالتالي أنت ولا ممكن تفكري فيها. والشخص المتلقي دائما بالنسبة للأشخاص يلي من برات العلاقة بيكون شخص مثالي، بيعطي صورة عن نفسه مثالية جدا، لذلك بيصعب الأمور أنه تنكتشف، وبيخلينا كمان نشك بنفسنا أنه هو براد مع الناس، بالعكس هو بيعمل جهد أنه يكون يثبت للناس أنه هو مثالي وأنه كويس، وبالتالي بصير نحن الملامين، فنحن منلوم نفسنا ونحن منسكت نفسنا. يعني علاقة مثل ما قلتي حياة بتروح سنين طبعاً. بعدم المعرفة يعني بتضيعي فعلا، بتضيعي وبتأثر على صحتنا. يعني ما بتتصوري قديه في أمراض حقيقية يعني بتروحي فيها عوارض حقيقية، بس هي كلها بتكون ما أنا مبررة علميا وما إلى أدوية، بس هي حقيقية يعني طبعاً. فهذا كمان بيزيد أنك أنت حتى محيط أسرتك بتتأثر فيه أكيد. طيب علم النفس هون، وانت درستي علم نفس ايضا، او يمكن درستي علم نفس لتقدر تغوصي اكثر بهالتفاصيل، شو اهميه علم النفس بمعالجه هالعلاقات الغير سليمه؟ مع الاسف انه ما بندرس علم النفس، خلينا نقول الاجتماعي او العلائقي او العاطفي بالمدارس، شغله كتير مهمه ما بنعطيها اهميه ابدا. علم النفس خلينا نقول على أقل بقل إيمان هو بخلينا نعرف نحن كيف عشنا طفولتنا، شو بيرسونا، شو شخصيتنا، كيف نقاط ضعفنا، نقاط قوتنا، لأنه هذه كلها وقت بنعرفها بنعرف أصلا قيمة نفسنا، حتى عرفتي كيف قيمنا اللي ما بنتنازل عنها. وقت منكون بالأوريدي بنعرفها، وقت ندخل على هيك علاقة منكون على القليل عنا شوية وعي وقادرين أنه نوقف بوش خلينا نقول التصرفات اللي ما هي كتير سليمة. فعلم النفس على صعيد الشخصي مهم، وعلى صعيد العلاقات مهم، وعلى صعيد الحياة كلها مهم جدا، لأنه بيزودنا بالآليات، بيزودنا بالمعلومات. طبعا أنا درست فعلا، درست وأخذت شهادة يعني شهادة اختصاص بهالعلاقات وبهالشخصيات بالذات، حتى قدرت كتبت، لأنه فعلا بحر كتير كبير، ومهما كتبت بحس أنه لسه في كتير أشياء تنقال. حلو. يمكن عن غير شخصيات أيضا، يعني لما بتكون العلاقة غير سليمة كل الوقت نحن بنقول أنه الحق ولا مرة بيكون على شخص واحد، أكيد بيكون الحق على الشخص التاني أكتر أو علينا أكتر، ولكن دايما بالعلاقات في الحق على طرفين، بس كتير أوقات كمان هالطرف لأنه متمسك بالشخص الآخر بيكون عم يغلط من دون ما يعرف، صحيح؟ أكيد هي عدم المعرفة عم تخليه يغلط. بس خليني بس أقول شغلة، أنه بالعلاقة السليمة ما في الحق على مين. بالعلاقة السليمة بتحكي، بتتحدثي، عرفتي كيف؟ في تواصل. فهذا التواصل، وفي فلكسبيليتي، أنه عندك مرونة أنك تفهمي الشريك الثاني، بتفهمي وجهة نظره، بتسمعي له، بتحطي حالك محله، بتتعاطفي معه. يعني أنه دائما نقول أنه الحق على مين، دائما الحقيقة إلا أوجهه كتير، والاثنين معهم حق، بعدوا الاثنين بيكون معهم حق، بس في شيء لازم هذا يقرب شوي هذاك يقرب شوي. يعني بستغل هاي النقطة لأقول أنه هذه الشخصية ما عندها الحجم بين الأبيض والأسود، هو يا أبيض يا أسود. يعني بينما العلاقات بتمشي بالمحيط، يعني بهذا الجزء الرمادي، هون بيجي التواصل، بيجي التقرب من الثاني، بينما الأبيض والأسود أكيد حيعمل خلاف. نعم. طيب بدي أحكي أكثر عن، يعني لما القارئ بيكون عم يقرأ هيدا الكتاب، شو أول شغلة ممكن تخطر على باله؟ هل ممكن يخطر على باله أنه إذا كان هو عنده هيدا الشخصية، هل ممكن دغري يعرف أنه أنا عندي هيدا الشخصية ويجرب يصلح، ولا رح يحس حاله بعيد ورح يحس حاله عم يقرأ شيء كتير بعيد عنه؟ هلا هي الشخصية ما بتتقبل انه هي تعترف انه عندها غلط. انا بيهمني اللي بيقراه
هو الشخص اللي عم يعاني من هيك علاقة. نعم. وأنا بشكل عام بلشت بهيك بأساليب وشوية أحاديث بتشد القارئ لحتى يقرأ أكثر. وإذا ما نحن ممكن يكون قرايبنا صديقتنا منعرف نحن أنه عم تعاني. فهذه غايتي أنا أنه أي حدا بيحصل على كتاب ممكن هو يستفاد أو يفيد غيره. لما بنحكي عن الإرشاد، هل بهالكتاب رح نشوف نوع من إرشاد؟ أكثر من إرشاد. أنا حاطة تماماً كيفية التعافي والشفاء. نعم. كيف بتصير، ليه بتصير، شو العواقب، شو البلوكس اللي بتحدى، شو بتحتاج. يعني مشروح الكتاب بتفاصيل كتير دقيقة وكتير مفيدة فعلاً. بقول لك يعني ممسوكة إيد القارئ اللي عم يعاني خطوة بخطوة ليوصل. نعم. يعني جامعة في أهم المواضيع اللي بيحتاج. إذا ممكن نرجع كمان نشوف على الهوى صورة الكتاب، يعني هيك لنرجع نحكي شوي أكتر عن صورة الغلاف، لأنه لفتتنا الألوان، يعني ألوان جريئة بنفس الوقت منا كتير فاتحة. صحيح. عم نحكي عن الأزرق، عن البرتقالي نوعا ما، لون الشمس عند المغيب. قديش هالألوان اشتغلوا كمان لحتى يوصلوا الفكرة؟ فعلا حسيت انه لانه صرنا بالوعي ولانه صار فيها جرأة، فحسيت انه هيك في نقلة نوعية بين الاول والثاني. يعني كان في واحد من الديزاين هو انه قريب لهيداك بس شوي مختلف، بس حبيت انه تكون لا فيها قفزة نوعية. بس بالاثنين في الفراشات. في الفراشات. ايه. ليش؟ مثل ما قلت لك انا اعتبرت اول شيء فراشة اللاوعي اللي هي بتكون معنا وبتمشينا بطرق، لانه نحن ما معنا المعرفة بتوصلنا لامور ما كتير يعني سعيدة، نهايات ما كتير سعيدة أو لحياة ما كتير سعيدة. نفسها الفراشة هي اللي وقت بتعرف يعني بتاخد المعلومات بتصير قادرة انه تعطي الضوء للناس لحتى تنفتح عيونهم ويتوجهوا للمعرفة. هي بتضل تمشي معنا. نرجع هون على موضوع علم النفس. اي لانه هي كمان مثل هي يعني بتدل على الولادة الجديدة، على الجمال، على السعادة. فحسيت انه ايه محرزة انه تكون هي فراشة وعي ولا وعي. وطبعا بالنتيجة صرنا بالوعي وهذا شيء جميل، وهي جميلة الفراشة. الوعي يعني النضج. النضج. الوعي يعني النضج، يعني الحصول على المعرفة، يعني التطور، يعني انه نكبر. اكيد فيها طبعا نضوج طبعا. وهذه العلاقات يعني مع الاسف رغم صعوبتها بس اللي بيطلع منها وبيخوضها ما بتتصوري قد ايه بيصير عنده صفات حلوه وقويه قليله حتى تلاقيها بشخص واحد. يعني هذا بينتفض على نفسه، بيرجع بيعيد بناء ذاته مره جديده. تماما بدون ما نخوف الناس انه انا لا، بس هو خلال انت وقت خلال المعرفه خلال بس لان في شيء اسمه سايكو اديوكيشن، يمكن بس هالمعرفه تخليكي انت ترجعي تشفي وتصيري تعرفي نفسك وتسامحي نفسك. ما عملك انت وقت بتلومي نفسك بتفكري انه انا حق علي، بس لما بتعرفي انه مش حق عليكي وبتعرفي لانك انت كنتي متعاطفه ومتمسكه بالعلاقه مش هيك استمريتي، فبالعكس بتسامحي حالك ومن خلال المعرفة تتطور الإنسان. نعم. ولأنه هي بتحتاج كتير تأقلم، فأنت بتصيري قادرة أنك تتأقلمي، عندك رباطة جأش، عندك هدوء، عندك وعي، نظرة ثاقبة، صبر. هدول الصفات فعلا تكون بشخص نقدر نستعملها بالعلاقات السليمة. وهون بتجي عملية التعافي والشفاء. صحيح. بأي طريقة؟ أول شيء مهم أنه نفهم ونعرف أنه هيدي حقيقة العلاقة اللي احنا فيها، وأنه ما حدا تغير، نتقبل أنه هيدا الوضع هو هيك، ونعرف أنه نحن ما لنا يد فيه ولا نحن السبب ولا رح نقدر نغير. نحن بنقدر بس أول شيء نعرف، يعني نعرف كيف نتعامل. الفكرة الصحيحة أنه ما حدا بيقدر يغير حدا. أكيد ما حدا بيقدر يغير حدا، وكيف بقى بالتالي هيك شخصية ما بتعترف بالغلط. يعني أنت بتروحي لحتى تحسني أو تطوري نفسك أو تلتجئي لكوتش أو لسايكولوجيست بتكون بتعرفي أنه أنت عندك بعض نقاط الضعف، بينما إذا أنت بتعرفي كل شيء وأنت متمكنة وأنت ما بتغلطي مستحيل تتقبلي أنك تغيري. هون الصعوبة. وحتى هيدي الصعوبة بتأثر على أنه حتى بعلم النفس يعني ما في ديتا قديه موجودين هدول الأشخاص، لأنه ما بيروحوا، فما في أرقام، ما في أرقام صحيحة يعني. ما بيقبلوا. طيب نحن بدنا نحكي اليوم كمان أنه أنت توقيع هالكتاب رح يكون ب 11 تموز. وين؟ بزوق مكايل ببيت الشباب والثقافة تابع لبلدية زوق مكايل، يوم 11 الشهر الساعة 6 المساء.
حلو كتير، بدنا نتمنى لك كل التوفيق يعني. ولكن هيدا الموضوع ما بيخلص كارولين، يعني هيدا الموضوع لما شخص ببلش فيه، لما ببلش يحكي عن علم النفس، لما ببلش يحكي عن العلاقات السليمة والغير سليمة، لما ببلش يحكي عن التناقضات يلي بيعيشها ثنائي، إن كان ثنائي أو يمكن حتى مثل ما ذكرنا يمكن بين الأب والبنت، بين الأم والابن، ولكن بشكل كبير الثنائي، الثنائيات هي يلي بتعاني أكتر من هالمشاكل. مزبوط. ديناميكية العلاقة إلى خصوصيتها. صحيح. إلى مدى بيتأثر في الأولاد؟ كتير بيتأثر الأولاد، لأنه مثل ما هلأ ذكرت لك، يعني أولا الأم بتكون كل الأنرجي تبعها هي حاططها بأنه ترضي تصلح العلاقة، وبالتالي ما أنا قادرة تعطي كل الطاقة لكل الأولاد، زائد أنه هي ما تكون نفسيتها مرتاحة، وبالتالي كمان بتأثر، وحتى لو ما عملت أي شيء الأولاد بيحسوا. ثالثا الصحة، وكمان تدهور صحتها. رابعا حتى ديناميكية الأسرة، يعني الأولاد بيحسوا أنه في شيء مش كتير طبيعي، زائد أنه حتى الأولاد بيتأثروا. هلأ في ديبيت أنه ممكن يطلعوا كمان مثل الأب أو مثل الأم، وبياخدوا معهم، مو شرط، لا مو شرط أبدا، بس هذا له كتير تفسير أو يمكن يكون العكس، يمكن لأنه شافوا الغلط قدامهم وشافوا الحقيقة المطلقة قدامهم، خاصة أنه إذا الأم يمكن عطيت وقت أكتر لهالأولاد أنها تكون عم تعرفهم الصح من الغلط، ولا شك إذا هيك طبعا بتأثر كتير، فبيطلعوا عاملين انتفاضة على نفسهم. مزبوط. بس وما بيقبلوا يكونوا خاضعين. صح. بس هي المشكلة نرجع بنقول نفس الشيء مثل الأم، مهما شافوا مش مبرر، يعني اللي عم يشوفوه ما له اسم، ما عم يعرفوا شو هو. هون الصعوبة، مش أنه والله أنا شفت مثلا فترضي بي عم يدخن أنا بطلع ما بدخن، بعمل العكس. صحيح. لا، الأمور أعقد بكتير من هيك. وإضافة إنه الطفل هو كمان له دور بالعائلة. صحيح. وهذا الدور كمان حكي عنه بالكتاب، أمور معقدة بس تفسيرها بسيط، ومتى ما عرفناها تعمل بس فرق. قديش أوقات كارولين الأطفال بيكونوا داعمين للشخص الضعيف بالمنزل؟ نحن مش للضعيف، بالعكس، نحن بهاي العلاقة انت وقت انت بتكوني عم ترضي الشخص انت عم تدعميه، عرفتي، ما عم توقفي بوشه انت. بالتالي نحن بنسميهم انيبلرز، مثل حتى اذا حكيتي قدام ناس كان بيقول بيدافعوا عنه. بس اوقات الاشخاص، يعني مش عم بحكي اطفال بعمر صغير، لما ببلشوا شوي بعمر المراهقة بصيروا يعرفوا يميزوا جدا انه انت عم تدافعي عن هيدا الشخص، ولكن انت غلطانة بدفاعك عنه. جدا جدا معك حق 100%. وفي كيس ستادي واضحة جدا، في شاب يعني قعد مع أمه، يعني كرس 10 سنين من حياته ليساعدها لهالدرجة. حاول، وكمان هو ما بيعرف، كتير كتير حاول كمان يدرس وهيدا، وحاول يساعدها، والحقيقة الحلوة إنه قدر ساعدها رغم إنه هو ما عنده هالمعلومات. حلو. فمعك حق إنه أكيد الولد بيقدر يساعد الطرف الضعيف. وهو بيساعد، هو بكل الحالات وبكل المشاكل العائلية بيكون الحلقة الأضعف، وبيكون هو يعني الأكثر حدا بيتأثر. أنا بدي أشكرك كتير كارولين شاداريفيان، أهلا وسهلا فيك، بدي أتمنى لك كل التوفيق للكتاب الجديد حين يظهر الوعي، على أمل اللقاء بوقت قريب. مرسي. أنا بشكرك، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. مرسي. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، خليكن معنا دايما عبر هوا صوت لبنان.